الشوط الخامس وهو شوط خاص بثنايا البكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ. جائزة هذا الشوط سيارة للفائز بالمركز الأول وحتى المركز العاشر والثاني من الثاني إلى العاشر، الجوائز نقدية قيمة. نتواصل إذن مع مقدمة هذا الشوط ونبحر مع هذه الأسماء التي بدأت في انطلاقة هذه المنافسة الخامسة التي ندشن من خلالها بدء الجولة الثانية وهناك مع المركز الأول. من تتقدم إذن ومن تسيطر مشاهدينا الكرام؟ هناك نوادر تحتل المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن المرء المكتوم وأيضا منها السيد حمد بن علي العويسي. نوادر تقود هذه الكوكبة النادرة وهذه النوادر الأصيلة. إذن المركز الثاني، نتابع ثاني المراكز وننطلق ونرى من تلاحق نوادر على صدارة هذا الشوط. إذن المركز الثاني، نحن في اقتراب من هذا المركز لنرى هملولة تحتل المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المضمر خلفان بن خصيبة الظاهري أحد الخبراء واحد أو هذه المركز الثاني صوغة إذن تحتل المركز الثاني لهجن الرئاسة ويضمرها أيضا أحد الخبراء سعيد بن شطيط الوهيبي. نتابع المركز الثالث وهنا الشامخة تحتل المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. وصلت الآن هملولة في المركز الرابع، هملولة لهجن الرئاسة بقيادة أحد الخبراء وأحد الأسماء اللامعة خلفان بن خصيبة الظاهري المضمر الشديد، وهو أيضا من الأسماء التي كانت في ماضي الأزمان لها صولاتها وجولاتها. كل التوفيق لبن خصيبة ولكل زملائه المضمرين في هذا التحدي. المركز الخامس إذن تطلع علينا وتطلع طلعة الآن في خامس المراكز. إذن ها هي طلعة جوية من طلعة في خامس المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان هيان وحامد بن علي بن أحمد السوداني في المتابعة وفي التضمير. أتابع المركز السادس، ننطلق مع سادس المركز السادس. إذن يصلنا شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم واسمها انقلاب ويضمر انقلاب سالم بن سعيد بن منانه السويدي. انقلاب انقلبت الآن على خامس المراكز على سادس المراكز، على سادس المراكز. إذن انقلاب تقوم بهذه العملية الانقلابية وتحتل المركز السادس. المركز الثامن مشاهدينا ومتابعينا الكرام اللي على المركز الثامن الآن، المركز الثامن هنا عجيبة لسمو الشيخ حمدان أو لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم ويضمرها راقي المضمرين محمد بن عبد الله بن حميدان. وفي المركز التاسع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ويضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وتابعوا وراقبوا الشاهينية، ديروا بالكم على انطلاقة الشاهينية صاحبة السيارة في ميدان المرموم. وصلت في المركز التاسع، لحد يقول العتيبي ما خبرني. هذه هي الشاهينية إذن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز العاشر سلهودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطر بن لاحق الهاجري يقودها في عملية التضمير. إذا نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى نوادر إذا من البداية وحتى هذه اللحظات وفي هذه الأثناء هي من تقود هذا الجمع، هي من تقود هذه المسيرة. انظروا إلى هذا التجمع، انظروا إلى هذه الكوكبة وإلى هذه المنافسة. وأتذكر هنا قول أحد الحكماء عندما قال: الورقة التي تسقط من الشجرة من الصعب ومن المستحيل أن تعود إلى تلك الشجرة. إذن نقول هنا من يسقط من هذا التجمع من الصعب أن يعود إلى المنافسة. الله الله الله. إذن نوادر مشاهدين الكرام تقود هذه المنافسة وتنطلق مع المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم، يضمر الشاعر حمد بن علي العويسي. ركز يا الشاعر ركز، مضمر النجوم الخمس. المركز الثاني الله صوغة على المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة شاطر المضمرين. الله
الله لا يؤتمن هذا المضمر في الشوط أبدا 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 أبدا، ما يعرف الرحمة أبدا. سعيد بن شطيط الوهيبي المركز الثالث، الله أيضا وصل مضمر، أيضا أيضا وصل الواثق، أيضا مضمر له وزنة. وبن خصيبة الآن ينطلق، الله بن خصيبة سمع المدح وانطلق الآن في المركز الثالث مع هملولة لهجن الرئاسة بقيادة خلفان بن خصيبة الظاهري الذي يستند على قاعدة من الخبرة، الله قاعدة صنعتها السنين. المركز الرابع هنا الشامخة لهجن العاصفة يضمرها حمد بن راشد بن غدير. المركز الخامس انقلاب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم المتحدي ينخرط في هذا التحدي، سالم بن سعيد بن منانه السويدي. انظروا إلى هذا التجمع، الله يا هذه المنافسة، الله يا هذا الصراع، الله يا هذا النزاع. السيارة واللي يغلى من السيارة إنه مسلما، يا سلام يا سلام. المركز السادس وصلت في سادس المراكز مشاهدينا الكرام الآن وديعة لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، أو لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان وحمد بن يوعان الشامسي في التضمير. المركز السادس، الله انظروا انظروا وتابعوا، هنا التحديات، هنا الوصول مع الشاهينية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها محمد بن عبد الله بن حميدان، والشاهينية وصلت، الله يا الشاهينية. انطلقت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يلا يا الخطير روح يا الخطير، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، خلاص يا كيلو ما بعد كيلو، يا كيلو ما بعد كيلو، الكيلو الاخير، الله الله. صوغة خطفت مقدمة هذا الشوط، اختطفت مقدمة هذا الشوط مع المضمر الذي لا يؤتمن سعيد بن شطيط الوهيبي بقيادة شعار هجن الرئاسة الذي ينطلق ويحلق في سماء المركز الاول. المركز الثاني الشاهينية، الله 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 الله، الشاهينية في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي وصل مع المركز الثاني. انقلاب في المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن صوغة صاغت دساتير الناموس، صاغت دساتير المركز الأول، الله. الرئاسة مع النقطة الرابعة، الرئاسة مع صوغة، صوغة والناموس، الناموس مع الرئاسة، مع صوغة، مع هذا التحدي، مع هذه الحضور، ومع هذا الأداء. هذه تحديات الرئاسة، هذا هو حضور. إذا صوغة التي انطلقت مع المركز الأول وسوبر هاتريك يتسجل مع الشعار الأحمر ومع المضمر الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي، الله عليك يا الوهيبي. المركز الثاني كان من نصيب الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث كان من نصيب الشاهينية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع انقلاب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس وديعة لسمو الشيخ ذياب أو زايد لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد أنهيان. إذن هذا هو الشوط المميز، هذا الشوط الملتهب والذي استطاعت من خلاله صوغة أن تصوغ ناموس هذا الشوط لهجن الرئاسة. توقيت الزمني 9:15 جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة والقائمين على هذه المؤسسة العملاقة، والتهاني بكل تأكيد موصولة لشاطر المضمرين سعيد بن شطيط الوهيبي، وعشرة على عشرة يا الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الكرام في كل مكان، أجدد معكم هذه التحية.